جزاكم الله خيرا. يقول: إذا بنيت جامعا وبعد فترة من الزمن وقع وكانت تقام فيه الجمعة وأنا الإمام، ولم أستطع على بنائه مرة ثانية ولا يد تعينني، ماذا أعمل حينئذ جزاكم الله خيرا؟ الواجب أن تتقدم إلى الجهة المسؤولة عن المساجد، وزارة الأوقاف وشؤون المساجد، وتقدم إليها بطلب عمارة هذا المسجد، فإن لم يتيسر ذلك فلتعرض الأمر على المحسنين وتسعى في جمع تبرعات، أو إذا كان أحد من المحسنين يقوم بعمارته فأنت تكون واسطة خير في هذا الأمر، فإما أن ترفع بشأنه إلى الجهة الرسمية إذا كان هناك جهة مسؤولة عن المساجد، وإما أن تعرض أمره على المحسنين، ولو كان عليك في ذلك بعض المشقة، لأن هذا في سبيل الله عز وجل، وهو عمل خير لك ولمن من الله عليه بالتبرع لهذا المسجد.